سؤال تاني هسأله لكم، حد يقدر يقول لي ايه اللي في ايدي ده؟ مفيش حاجه في ايد حضرتك. غلط، وانا هسهلها لك. تقدر تقول لي ايه دي؟ دي شعره من راس حضرتك. غلط، دي الشعره اللي بتفصل بين الثقه بالنفس والغرور. انا طارق تيم ليدر، ودي محاضرة تنمية بشرية. هكلمكم عن حاجة مهمة. طبعاً انت بتسألي ايه هي الحاجة المهمة دي، بس انا هقولها لكم. الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية لما بتحس ان انت عاوز تروح لحاجة بتخليها هي اللي تجيلك من غير ما انت تروح لها، وده اللي اسمه قانون الشد والجذب، واللي اتذكر باستفاضة في كتاب من اهم الكتب واللي عمل اكبر نسبة مبيعات في اوروبا والدول العربية، الكتاب الشهير ذا فيكتوريا سيكريت. ذا سيكريت اسم الكتاب؟ ذا سيكريت. اطلع بره. انا اسف. خليك مكانك. انا النهارده جاي اعلمكم ازاي تنجحوا. مش لما يبقى يلبس عدل الاول ده ما بيغيرش هدومه. كل واحد بيقول حرف او بيقول جمله انا ببقى سامعها كويس. وده بقى اللي هيدربنا واللي هيعملنا فقرة السحر. لأني بمول في خواطركم، بسرح في عقولكم. النجاح محتاج تركيز. حد يقدر يقول لي القلم ده لونه إيه؟ فوشيا. برافو عليكي. تقدري تقولي لي بقى ليه هو لونه فوشيا؟ عشان عيني شايفاه كده. ملوكة أختي حبيبتي الفنانة. أيوة. العظيمة اللي هتشرفنا. عاملة إيه؟ عايزة إيه يا دعاء؟ هو أنا سمعتي وحشة قوي كده عندك؟ أنت جاية تسألي عليا فأكيد عايزة حاجة. خلصي. بصي هو انا مش كدابه بصراحه، يعني وانتي اختي وكده. انا كنت عايزه استلف منك مبلغ صغير قوي قد كده. كام؟ ايه 5 6 7 8 9 10 آلاف جنيه لو معاكي. يعني قصدك بقى ان طارق اللي عايز الفلوس مش انتي صح؟ لا 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 مش طارق خالص. ده هو بس عاوزهم عشان يجهز نفسه عشان يجي يتجوزني، يعني لاختك ليا. يا حبيبتي انتي ازاي موافقه انك تصرفي على راجل عشان يجي يتجوزك؟ ما انتي قلتي اهو عشان يجي يتجوزني، يعني هيبقى جوزي، فانا ست اصيله فلازم اقف جنب جوزي. وانتي بتقولي اي كلام وخلاص يا دعاء؟ يا حبيبتي ده واحد مش عارف يخطبك هيتجوزك ازاي؟ وفريدي انك اتخطبته، ده واحد هيعرف يفتح بيت ويصرف عليكي بالعقل كده؟ لا هنتجوز وهتبقى عيشتنا حلوه ان شاء الله وهيصرف عليا. ساعدي انتي بس اختك وقفي جنبها. يا حبيبتي انا عايزه اعرف انتي بتعملي في نفسك كده ليه؟ بعمل ايه في نفسي؟ يا دعاء هتصرفي على واحد عشان يجي يتجوزك ده طبيعي؟ لما تكبري هتفهمي، لما تبقي في سني هتفهمي انا بتكلم في ايه وبقول ايه. زمان كنت زي كده، كان عندي صحاب كتير قوي، بس دلوقتي خلاص كل واحد راح لحاله. في منهم اللي اتلهت في بيتها ومعيالها وجوزها، وفي منها اللي مش عايزه تكلمني علشان خايفه على جوزها مني، او خايفه يعني ان انا ابص لجوزها. بصي يا دعاء يا حبيبتي انا والله فاهماكي. طيب خلاص ابتدي. خلاص 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 خلاص. مش عايزه اضايقك بس والله يا حبيبتي مش صح. بس اديني الفلوس. لا. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.